حكايات المقاهي المحلية والشعبية في عدن تسطر قصة كفاح على مدى عقود، ولعل أبرزها مقهى الشجرة الذي احتفل مؤخرا بمرور 70 عاما على تأسيسه، فهو يعتبر وجهة لزوار العاصمة المؤقتة. مقهى الشجرة تأسست في عام 1952 على يد المرحوم جدي عبد المفرد أحمد العزعزي في عام 1952، ونحن بهذه السنة نحتفل بالذكرى 70 لتأسيس هذا المقهى. على الرغم من كثرة المقاهي في عدن، إلا أن مقهى الشجرة الذي يقع في وسط سوق الشيخ عثمان استطاع أن يكون ركنا جذابا للمواطنين الذين يرتادونه للتسلية والمسامرات وللتحاور واتخاذ المواقف وحتى لتشكيل الرأي العام. المقهى منذ اندلاع الحرب عندنا في 2015-16 كانت على مدار الساعة هي تشتغل واصل، بالرغم من الكثافة السكانية التي أجاؤوا من عدن، من المعلة، من التواهي، النازحين بشكل عام، كانت منطقة الشيخ عثمان ومقهى الشجرة كانت تستوعب هذه الفئات من كافة الأعمار. بنقول لم تغير الأيام والأحداث من عادات رواد المقهى، فجدرانه تنطق بالأسماء وذكريات أشهر هؤلاء الرواد من سياسيين وأدباء وفنانين، ولا زال المواطنون في عدن يتوارثون الوفاء لهذه الأماكن لتبقى شاهدة على ماض مضى وحاضر يمشي على تلك الخطى. مرعي باوزير لقناة حضرموت عدن.